بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ذكر غفر عنه كثير من الناس، ذكر جامع من أعظم الأذكار في السنة النبوية، لذلك سماه بعض العلماء كنز السنة النبوية، كنز السنة النبوية من عظم هذا الذكر، لأنه يفضل ذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة. لو أنك ذكرت الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لم تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة لن تبلغ ثواب هذا الذكر مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد أحرك شفتي، فقال لي: ما تعمل يا أبا أمامة؟ قلت أذكر الله يا رسول الله. قال: أفأعلمك ذكرا أفضل لك من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول، شايف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ افضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل، يعني لو وصلت الليل بالنهار والنهار مع الليل 24 ساعه لن تبلغ هذا الذكر. ان تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم الله اكبر نفس الصيغه، ثم لا اله الا الله نفس الصيغه. الاربعه دول الباقيات الصالحات، الاربعه دول غرس الجنه. شوف بقى لما تقول سبحان الله عدد ما خلق تاخد كم حسنه؟ تاخد حسنات عدد خلق الله. إياك أن تستكثر فضل الله سبحانه وتعالى أبدا، إياك أن تستكثر فضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عدد ما خلق، ليه؟ عشان أخد هو ربنا ليه بيقول كده؟ عشان أسبح ربنا عدد لا نهائي. بس هو دي الصيغة اللي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا، يبقى نمشي عليها، اللي بتفضل في ميزان يوم القيامة ذكر الله 24 ساعة. المشكلة بس من قال سبحان الله وفي وقت سبحان الله بحمده غرزت له نخلة في الجنة. طب لما تقول سبحان الله عدد ما خلق ربنا يغرز لك كم نخلة؟ كذلك الحمد لله والله لا اله الا الله دول بقيات الصالحات كلهم بيغرس بيهم نخل، يبقى هتاخد كم حسنه في اليوم؟ مليارات 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 الحسنات، مئات المليارات من الحسنات، ربما الوف المليارات من الحسنات، الله اعلم كم نخله ستغرس لك في الجنه، مئات الاف ولا ملايين ولا مئات الملايين. عشان كده في بعض الناس من الصالحين بيقول هذا الذكر مش مره واحده، خمس مرات، 10 مرات. فيعني نحتذي بيهم، انا مش بقول لك قوله مره واحده بس، لو قلته مره واحده بس افضل من ذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه. ولا ممكن شخص اصلا يقول له افضل من خلاك من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. ذكر جامع، الرسول اصلا اوتي جوامع الكلم. فلما يقول لك ذكر افضل من ليه من ذكرك الله مع النهار والنهار دي ما يحفظه هنقوله عشان ناخد ثواب اكتر من 24 ساعه ذكر. سأكتب لحضراتكم هذا الذكر تحت الفيديو، والحديث ده تحت الفيديو، ريت تنسخوه تنشروه على مواقع التواصل، ريت تنشروه هذا الفيديو، نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم جدا جدا، من علم علما فإن له أجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الإمام ابن القيم كان بيقول: من أراد أن لا ينقطع عمله فلينشر العلم. والإمام المواري يقول: لا أعرف شيئا بعد النبوة سواء أعظم ثوابا بعد النبوة من نشر العلم. فنشر هذا العلم فيه ثواب عظيم جدا جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.